السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من داخل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة: لو مش لاقي كحول لازم تتفرج على الفيديو ده. طبعا الناس عمالة بتدور على كحول إيثيلي للتطهير، مش لاقيين لأنه نفذ تماما من سوق الدواء المصري. طب ما العملية سهلة جدا، سهلة 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 فوق ما تتصور، وهتلاقي في بيتك المطهر ده وأنت لا تشعر. إزاي؟ الفا كلونيا والخمس خمسات كولونيا والتلات خمسات كولونيا بتاعت شركة الشبراويشي. أي كولونيا عندك في البيت، الكولونيا دي معظمها كحول إيثيلي. الكولونيا معظمها كحول إيثيلي، هتفتحها وتطهر عادي جدا، مفيش أي مشكلة. ما لقيتش عندك كولونيا، انزل فتح الله هتلاقي عروض على الفا أو عروض على الكولونيا الثلاث خمسات أو الخمس خمسات أو كولونيا الشبراويشي الكبيرة دي. أي كولونيا عندك في البيت كلها بتبقى كحول إيثيلي. ايضا البرفانات المقلده، كل البرفانات المقلده كلها كحول ايثيلي، تمام؟ دي من 30 ل 35 الفا، حلو. وكذلك الخمس خمسات او الثلاث خمسات من 20 ل 25. ايه تاني؟ كذلك الستيال التشطيف ب 11 جنيه، مطهر قوي جدا. الستيال تشطيف، كذلك الديتول هجيب غطا املاه واحطه على نص لتر ميه واطهر بيه، سواء ده او ده، تمام. كذلك السفلون مطهر ممتاز جدا. العلبه دي بخمسة جنيه، مطهر سفلون اهو، مطهر السفلون موجود، تمام. كذلك صابون الديتول سواء الصغير او الكبير، دي بسبعة ونص ودي بعشرة، موجود تطهر بايديك. طب انا عايز بخاخ، لو عندي في البيت بخاخة، عليكم السلام، لو عندي في البيت بخاخة زي دي فاضية، ممكن اجيبها احط جواها الديتول المخفف او السفلون المخفف واشتغل بيها كبخاخ. اي بخاخ الدواء، نظفها كويس بالميه وحط جواها المطهر وبخ بيه. اهم حاجه طريقه التنظيف وطريقه التطهير لليد. مثلا هاخد شويه اهو، حط ايديا كويس اهو، بعد كده الصوابع تتخلل في بعض، بعد كده من فوق، بعد كده الناحية التانية، بعد كده الإيد من بره، بعد كده الصبع ده والصبع ده، بقية الصوابع، تمام. بعد كده من جوه أهو، وممكن لو في فرشة في البيت، فرشة زي الجراحين كده، طهر وعقم أظافرك. واهم حاجه تقليم الاظافر، ومحدش ياكل في ضوافره ينقل الامراض، تمام. والمعصم بقى اهو، تاني اهو تخلل كده فوق، الناحيه التانيه، الايد من بره، الايد التانيه من بره، الصبع ده عشان ما بيوصلوش تنظيف، وبعدين الصبع ده، وبقيه الصوابع، وبعدين الايد من جوه ولو في فرشه، والايد الثانيه، وبعدين المعصمين. الحاجات دي كلها متوفره، دي كولونيا فا كولونيا او ثلاث خمسات او خمس خمسات او الشبراويشي، تمام، او الديتول غطا على نص لتر، او السفلون برضه غطا على نص لتر او غطيين على نص لتر. السفلون ممتاز جدا، كذلك
الستيال، الستيال محلول رغوي قاتل للبكتيريا، ممكن ايضا يستخدم كتشطيف مهبلي. كذلك الديتول اهو. عايز بخاخه او عندك في البيت كولونيا، هات اي بخاخه، اي بخاخه، اي علبه فيها بخاخ وبخ بيها وخليها معاك في اي مكان تذهب اليه، تطهر صوابعك، تطهر ايديك. كذلك تطهير الاسطح الصلبه في البيت، المطبخ لو عندك في العمل مكتب برضو تطهره وتعقمه جيدا. دمتم يا رب بصحه وعافيه، ولا احتجتوا اي طبيب ولا اي صيدليه ولا اي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاه كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.